سلام بنات، لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذه ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد كيف العاده. اليوم غادي نشارك معكم نهاري واخر حاجه شريتها وما بارطاجيتهاش معكم. هذه كنت خديتها السيمانه اللي فاتت بالضبط، بحال هذا النهار هذا كنت خديتها وكنكومونديهم من عند واحد البنت اللي كتصوب هاد لي طابلو هادو. وبزاف منكم اللي كيسولوني في لي كومونتير يسرى ملي كتصوبي لي طابلو ديالك، حيت كنت شحال هادي صوبت واحد الطابلو ليا واللبنه، بزاف منكم اللي سولوني عليه. نقدر نخلي لكم لاباج ديالها فيسبوك في صندوق الوصف. المهم اتمنى عندها زوينين، كلشي عندها زوين. انا كناخذ هادشي بفلوس، يعني كنخلصو ماشي اشهار، غير بليزير وصافي. حيت بزاف منكم اللي كيسولوني كنلقى بزاف لي ميساج، داكشي علاش غادي نحط لكم لاباج ديالها في فيسبوك. عندها باج عاديه وتواصلوا معاها والثمن زوين. المهم بالنسبه لهذا الطابلو هذا اللي بزاف البنات سولوا عليه، هذا كنت كومونديتو العام اللي فات بحال هاد الوقيته هذه، كنت خديته من عندها. كيكونوا فيها نتوما تصاور هنايا بزاف ديال التصاور، وخديته ب 160 درهم. كومونديت دابا واحد الطابلو اخر اللي غادي يعجبكم، ستيل واحد اخر، ماشي نفس ستيل، ماشي تصاورات هكا موراك وداكشي، المهم ستيل واحد اخر. عجبني بزاف هاد الطابلو كيحمق، وغادي نتسنى التعاليق ديالكم ونتسنى الراي ديالكم. قولوا لي شكون حسن هذا ولا هذاك. انا غادي نوريه لكم دابا التصويره المفضله اللي عندي، احسن تصويره درتها في حياتي كامله. المهم انا غادي نوريه لكم دابا. يلا واحد جوج ثلاثة. أو شوفوا معايا البنات، شوفوا شحال جا كيحمق هاد الطابلو هذا، فريمون غزال. شوفوا. المهم اختاريت هاد التصويره هادي حيت جاي ستيل، جاي في شكل، جاي بشعر بوكلي، جاي بواحد لو شارم في شكل. انا عجبتني هاد التصويره الصراحه، كتحمقني هاد التصويره بزاف. شوفوا البنات غزاله، والطابلو خدمته ليا بكاليتي صراحه احسن من هذيك، يعني راه في مده عام تبارك الله اليوم حسنوا لا كاليتي بزاف تاع الحوايج. المهم هذا الطابلو هذا عجبني، وحتى هو نفس الثمن مع الاخر. شوفوا شحال زوين. وفي الجناب ما خلاتليش البيوضه، قلت لها ما تخليليش البيوضه في الجناب، ديريه لي تصويره كامله هكا دايره مع الجناب مع كل شيء، تصويره جهه. شوفوا الجناب البنات، المهم جا زوين. انا غادي نعلقو في البلاصه اللي كنت معلقه هذا، غادي نعلقو تما ونوريكم كيفاش جا. شوفوا شحال جا غزال، كيحمق دابا راه من بعيد، ولكن كاين واحد الفرق كبير صراحه. انا عجبني هذاك، عجبني هذا الجديد هذا على هذا. وانتم في التعليق قولوا لي شكون حسن، واش هذا ولا هذاك. هذاك متر على خمس متر على خمسين، هذاك خمسين على خمسين، جاي مربع، هذا جاي مستطيل، هذا خمسين على سبعين يمكن بحال هكا. المهم جاي طويل، هذاك جاي مربع. انتم البنات شوفوا كيفاش جا، جا كيحمق. حتى التصويره ما شاء الله جات زوينه، حيت انا منين بدلت الالوان في بيتي ورجعت الكحل، قلت منين غنرجع الكحل نبدل حتى الطابلو. هذا شحال هو عندي صراحه، طلع ليا في راسي شحال هو عندي، ديما كنشوفو كنصبح عليه ديما. من بدلت ستيل وداكشي قلت علاش لا ما نبدلش حتى الطابلو، وجدته ليا في ظرف سيمانه بحال هكاك ما كاملاش، انا اللي تعطلت باش مشيت خديته، اما هو كان واجد. المهم عندي واحد المشكل اخر، هو ديال هاد الصبابط هادو اللي ما حملتش يبقاو هنايا، ضروري خصني لي زيتاجير ضروري منهم باش نبقى نحط فيهم صبابطي، نبقى نحط فيهم سيكاني. شوفوا السيكان هنايا فين دايرهم، شوفوا تخيلي معايا اختي السيكان هنايا، او ما بلاش تما عاوتاني الصبابط ما تبقى. المهم الروينه، وحتى بالنسبه للسيشوار ولي بلاك ديالي ما كنلقاش فين نحطهم، يعني بزاف كيبقاو محطوطين هنايا ولا كنديرهم في داك السليله، ولكن ما صالحش حتى لاين، خصني كل ساعه نبقى طالعه في هذا. المهم هذه هي اللبسه ديال اليوم، شوفوا كيفاش جات. لبست سبر ديالات الاديداس كيتمه، زدت هاد الشال هذا في نفس اللون ديال هاد الكيتمه، جاي هاد البلوسيال هنايا،
لاصقت الالوان، جا الشعر بوكلين دي دراس، مهم جا ستيل زويون. هذا النهار خفيف وظريف وصالح للمدرسه، مستور في نفس الوقت، يعني باش تخرجي به للمدرسه او شي حاجه او خرجات، مهم جا داك الشيء زوين. المهم دابا راني تعطلت بزاف، كندخل مع الخمسة ونص، هادي غادي تكون الخمسة، وعاد خصني نخرج نشد الطاكسي، بزاف د الحوايج المهم اللي درتو غادي نشاركو معاكم في هاد النهار، خليكم معنا. بنات يلا دابا وصلت، راني قدام السونتر، عرفتي المحنة ديال الطاكسيات، محنة باش تلقايها، محنة ملي كتركبي اوف دماغك كيوقف. المهم انا وصلت. المهم بنات يلا دابا جيت للدار، سمحوا لي ما كيكونش عندي كيفاش ندير نصور في السونتر، المهم كتكون القرايه وراكم عارفين. دابا جيت للحمام باش غادي نديرو لا روتين ديالنا، هادي سيمانه وانا كندير هاد لا روتين شاك نويتي، لقيت عليها واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. افيك لا مارك كلارنس، زوينه بزاف هاد لا مارك، هادي ان بو شير مي زوينه بزاف صراحه، كتلقاي عليها نتيجه. المهم اول حاجه درت هي ديماكياج وجهي بداك ديماكيون اللي شفتو في الاول، دابا هذا راه جي نيتوايون زوين بزاف. ومهم دابا غسلت به وجهي، كتبقاي كديري بحال ماساج، وجبت هاد الشيته هادي كنصوب بها، حيت الاخرى كديسارجالي كنخليها ابار، ملي كتكون ديسارجي كنقضي بهادي. المهم دابا غسلت وجهي كنمسحو بالفوطه، اون فا ميت لو سبيو ديرمال ديال فيشي غزال حتى هذا، المهم كديريه وكنخليه شويه على وجهي واحد المهم بحال هكا 3 دقائق، على ما كنخمل المهم داك البلاصه اللي حدايا كنخملها كتكون مرونه. كنبقى نتسنى، هنا جبت كونتون ديسك، جبت مقص وكنقسمو على جوج بهذه الطريقه، هذه كيجيني هذا الشكل. كندير هذا لوسيون تونيك كلارنس، مهم كل نص كندير فيه شويه وكنبدا نمسح، شوفوا شحال ديال الوسخ خرج من لابو ديالي. المهم هاد كونتور دي زيو سونسيليس غزال كيحمق البنات، هذا زوين بزاف. كديري شاك نويتي، عندي ديال كلارنس ديال لو جوغ، ولكن هذا كنديرو في الليل. مهم هادي لا كريم هيدراتونت زوينه بزاف، هاد لا كريم كتخلي لا بورتي طبا غزاله. المهم هاد لاغام بور بو جون، يعني غير ديال البشره الشباب الشباب وداكشي. المهم لابيلو ضروري شنيفات، هنايا مرطب ديال اليدين كنديرو هكا اليدين باش كيبقاو حتى هما مرطبين، وحتى الرجليه. المهم صورت لكم فاش درتو رجلي، هنا هاد سبراي زوين حتى هو كنديرو. صافي هذا كنقاد شعري و فوالا، هذا هو لا روتين ديالنا. هنايا جيت باش غادي نتعشاو، وصراحه كانوا هنا دايرين البصاره، ما كناكلش البصاره، انا ما كليتهاش. هات الكاطو هذا ديال ماريا كنت خرجت شريته وكنخبيوه هنايا حتى الصباح عاد كنفطر به. المهم خدينا حتى اندومينو فاطمه الزهراء باش غادي نتعشاو بهم، حيت انا وياها ما كناكلوش البصاره. صافي هنا كنطيبها، ما كتعجبنيش انا بالمرقه بزاف، الا شفتو كنطيبها ناشفه كتجي زوينه هكا احسن. اندومي هي الوحيده اللي كنلقاوها في الوقيت هادي، ملي كيديروا في الدار شي حاجه ما كتعجبناش كنلقاو اندومي كنطيبوها. ودا ما كانت شينا، والحمد لله الله يخلف، الحمد لله على كل حال. بنات يلا دابا ساليت وجيت باش نشارك معكم هاد الهديه هادي اللي جاتني. كنبغي نشكر السيده هادي، شكرا ليها بزاف، ديجا لبنى حلات الكليه ولقيت فيها هاد الساك هذا، وحتى فاطمه الزهراء الساك ديالها عطيناه لها، كانت دايره فاطمه الزهراء لايف وعطيناه لها في اللايف. المهم عجبتني لا كولور، عجبني الشكل، انتما ديجا راني درت فيه الكتوبه على حسب غدا وثاني عندي المدرسه، وكيعجبوني بحال هاد السيكان هادو القرايه احسن من الشنطه، حيت اصلا هانتوما كندي معايا غير هاد جوج كتوبه، يعني ما نحتاجش شي حاجه كبيره. زوين بخاتيك غزال، اللون ديالو زوين، الشكل ديالو زوين، انا جاني كيشبه لهذا ديالي. نتوما شوفوا هذا ديالي،
غزلت هذا، هذا كيحمقني عرفتي، ولا فتو بزاف هذا كيعجبني بزاف. المهم تقريبا راهم بحال بحال، شوفوا. المهم زوين، شكرا لها بزاف. وشوفوا لبنى شنو لقيتها جابت ليا، جابت ليا لبنى هادي ديال التصبين، حيت ديما فوق ما كنبغي مثلا كنجي من لاصال كنحل مثلا الشاكوش ديال لاصال، كنبقى الحوايج كاع هادوك اللي مسخين كنحطهم هنايا على الارض، داكشي علاش جابت ليا هاد الشبكه ديال التصبين. وحتى فاطمه الزهراء سليله ديالها نفس الشكل نفس القياس، لقيت فاطمه الزهراء دارت لها في بيتها سليله، وصراحه زوينه يعني، كل بيت حطات فيه سليله ديال التصبين زوينه بزاف. هاد القضيه البنات من حيت هكا كتبقاي حاطاهم في الارض يعني منظر خايب، وبزاف د الحوايج هكا كتبقاي تجمعي فيها الحويجات ديالك وداكشي كتبقاي تجمعيهم في هاد السليله هادي زوينه. واللي عجبني كثر انا فكرت في هادشي وعجبني، جابت لينا في الغوز لون غوز جاتلي مع الحيط وداكشي. المهم ما كنبغيش انا يكون فرق في الالوان، مثلا تجيبها في شي موف ولا خضر ولا شي زرق، المهم بحال هكا احسن يعني، كتعرفوا ضروري خص التناسق في الالوان. حتى داك السبر ديالي ديالي غادي نحطها تصب، نشوفوا كي ولات حالتها. شي ثالث مره نصبها ولا الرابع نسيت. المهم هادشي غادي في الصباح، غدا في الصباح غادي نديرو في الماكينه، واخا انا ماشي بزاف ولكن المهم تما حدا الماكينه عاوتاني راه كاينه تصبين اخرى نزيدو عليها وصافي. هنايا عاوتاني هاد البيجامه هادي عندي نزيدها، اي هاد التقاشر شوفوا كي ولا، شوفوا البنات الخمله الخمله ديال الطابي كي كترجع ليا التقاشر، شوفوا كترجعهم حالتهم الخمله الخمله بزاف. هاد الطابي كتطلق الخمله، شوفوا الوسخ كي كيبان فيها يعني، واخا تكون غير شي فريتيتات صغيره كيبانو. شوفي هاديك كتبان من بعيد، شفتي بنات بزاف اللي كيسولوني على البيجامات ديال الدار. بالنسبه لهادي كنت خديتها من واحد لاباج في انستغرام، كناخذ انا تقريبا حوايجي من لي باج في انستغرام. مهم زوينه، لا كاليتي ديالها زوينه، عجبتني ستيل زوين. ومن بعد شكون اللي كترالو بحال هاد القضيه، ملي كتلبسي انت شي حاجه من بعد كتلقي بزاف الناس اللي لبسوها، وبزاف يعني من بعد لقيت بزاف الناس اللي لابسين بحالها، وقبل ما كنتش كنشوف حتى واحد لابس بحالها، تخيلي تخيلي ولكن عادي. المهم هذا هو لا فيديو ديالنا اليوم، دابا هادي شي الوحده الليل غادي نمشي نعس، حيت غدا عندنا عندنا بزاف شغلات ما نديرو، والروتين عاوتاني المحاكم وبزاف د البلانات. وإلا كان شي حاجه غادي تبارطاجا غادي نبارطاجيها معكم بيان سور. خليكم معنا في فيديوهات جايه وروتينات جداد. مهم قولوا لي، كنتسنى الراي ديالكم على الطابلو، شوفوا كيفاش جاي مورايا جا زوين. صافي هذا ما كان البنات، دابا غادي نخليكم تصبحوا على خير، تباتوا فرحة الله، باي باي.